هذا الفيديو راح افرجيكم تشكيله مش طبيعيه. اليكسر كلهم سايكل اوف. وك شو هذا؟ شوف معلم 2.6. اول مره راح نجربها الصراحه، ولا عارف ايش بده يصير معنا هسه. فلايكات كل الفيديو، اشتركوا بالقناه معلم. خلينا نبلش. هاتوا لنا اول فريسه، جيبوا لي اياها. حلو، حط جاينت سكيلتون لمبر جاك ونايت ويتش، مكسهم. معناته والله صادق. طب اسمع، راح ارجع له بهيلر. حلو، ممكن يدعم. اوف اوف، الكتر دراجون. اوف اوف، شو هذا؟ الكتر سبيرت. اوف، يخرب بيتك. كفو الكتر سبيرت، يسعد ام اللعب. ادعم ولا لا؟ خلينا نهدي. تعرف لو اقول لك خلاص انسى، بس على ما اظن صرف مليون كثير. لو اني دعمت فتحت وجهه، بس خلينا نهدي. اليكسر قول لي معلم، بعدين لا تحط الهيلر مباشره ورا، لا استنى شوي. ايوه بس يعدي البرج هسه، يعني خلي كم درجه، لاني شفت كثير لعيبه التوب بيلعبوا، ف هيك الصح. تمام، هون راح ازيد الكتر دراجون. تعرف يمكن ازيد واحد في 16. اقول لك والله لا ينزل يا زلمه. حلو، بما انه زاد هيلر هو كمان، مش عارف شو هالتشكيل الكندر. الكتر سبيرت من هون، الكتر سبيرت والله فايدتني يا اخوان مش طبيعي. اسمع سكيلتونز، راح ادعم هسه. لا شوي بس تتفجر قنبلته. واحد اثنين ثلاث، بسرعه اليكسر جولم. حلو معلم، بسرعه. اقول لك لا، خلينا نزت لمبر جاك. حلو حلو، بسرعه فاير سبيريت، فتحنا وجهه. والله راح البرج صح. حلو، ريد يا عمري يا عمري على اللعب. راح برجه، راح راح راح. جارث بالهرا، جارث بال الله على اللعب. اقسم بالله لعب نار، اول جيم واول تجربه. يسعد الدين. حلو، هسه جايتنا هجمه زلمه قصدها. كسيرو فول. اسمع، راح ازت له الكتر دراجون، ممتاز. اذا صدناه خلاص ضمننا الجيم. سكيلتونز باتل هيلر عشان نعالج المحترم، انا ما صابته. الكتر سبيريت، فاير سبيريت، سكيلتونز من هون، صدينا ام الدنيا كامله. كروت خفيفه بس ادائهم مش طبيعي. تمام، هسه اقول لك راح احط له دبل، ما ظل وقت اصلا، هجمته كثير راح تتاخر. فاليكسر جولم ليفل 16، خليه مش هجمه هاي، بعرف كثير غباء، بس خلص الوقت. الكتر دراجون لمبر جاك، باتل هيلر قصدي. اوكي، الكتر سبيريت حتى على الاغلب راح نصد كل هجمته. فاير سبيريت من هون، سكيليتونز راح انزل كمان. اقول لك خلينا نحط له الكتر دراجون، ممتاز. قلت لك راح نصد كل هجمته. جي جي، والله نايس يا اخوان، تشكيلة ما عليها كلام. أول تجربة الوضع ممتاز، 29 كأس، حلوين حلوين انك أول تجربة، ماشي الحال. زي ما شفتوا فتحنا وجهه، ولكن الإلكتر دراجون اشتغل شغل مش طبيعي. خلينا نكمل ولك، يلا بسم الله. خلينا نشوف مين الحلو اللي بده يطلع ضدنا. شيف كيبا، ممتاز. يعني هسه بده يطبخنا هو صح؟ هسه بنشوف. تمام، الكتر دراجون راح اجاز الفاير سبيريت من هون عشان ما ياخذ دمج على البرج. نطي يا عمري، ولك شو الدفاع هذا؟ الاداء متطور يا زلمه. ما راح ادعم هسه، خلينا نهدي اللعب، لاني مش عارف شو بيلعب الصراحه. تمام، سبير جوبلينز، شو هذا؟ طب سكيلتونز، طب بسرعه لمبر جاك من هون عشان نضل ساحبيته. حلو حلو حلو، راح تضرب السكيلتون صح؟ يسعد دينك. كفو كفو، لا 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 تخليهاش تضرب، تخليهاش، لا يسعد امك. تمام، هون راح ننزل الكتر سبيريت من تحت، يعني على اللعب ادمان. هالسوان في هجمه قاتله، بسرعة الكسر جولم. واحد اثنين ثلاث، الكتر دراجون، ممتاز. ادعم ولا لا؟ خلينا هدي شوي هنا لانه يمكن اسمعه كثير. اوف، طب بسرعة لمبر جاك. راح تمسك اخت البرج هاي.
كفو كفو الكتر اضرب البرج بس يسعد ام حول اتجاهه كفو كفو راح البرج كفو يسعد ام الباتل هيلر الزلمه الكتر دراجون اشتغل شغل خرافي راح ازيد هنا هيلر بسرعه على المسكي ونجاز الكتر سبيريت للسكيليتونز اقسم بالله اسمع كثير نار الكترو يسعد امك اسمع هجمنا دافعنا اخذنا البرج اشي بجنن والله نار يا اخوان التشكيله كثير وسخه هاي يا زلمه تمام الكسر قلم من هون والله حسيت مش مشكله حسيت اني كثير رجعته يلا اخذ الدربع على البرج مش بيننا اسمع راح انزل واحد ليفل 16 هون لانه راح يمسك هسه يسعد امك حلو ممتاز اقتلها تمام سكيل تونز اقتل المسكي بس حلو ليش نزلتها فاير سبيرت من هون خليه ياخذ دمج لا والله انا خربطت هون اسمع خليه ياخذ البرج خليه انا هسه راح اخذ برج هذاك كروتو عاديه ضدي فيش اشي قوي يعني فاهم اليكسر جولم من هون خليه بس بدي احط هون فاير سبيرت نطي يا عمر عليك باتل هيلر الكيتر دراجون فاير الكيتر سبيرت قصدي كفو المسكتير اللي حاطه تبعت كثير غلط راح تجيب ام العيد فيه كفو الكسر كله من هون لامبر جاك سكيليتونز فاير سبيرت جيجي مش راح تقدر تصد يا معلم انت قضيت حالك حلو كمان الكسر كله ودعت الملاعب يا منوب قلت لكم هو كثير خربط يعني انا عارف اني راح افوز عليه والله يا من اوف 33 كاس ورك شو هذا ولك شو قلت لكم خليه على راحته عارف كيف اصيده من شواربه 33 كاس صح والله 33 خلينا نكمل لننطلق وكالعادة اعزائي المتابعين الثالثة ثابتة يعني هذا الجيم بتجيبه اسمه فلاش حلو خلينا نشوف كيف بدنا نفوز بدكش تنزل طب راح ازت له فاير سبيريت اوكي سبربريان بارل راح احط الكيتر سبيريت من فوق عشان على اكيد ما يرمي زاب او شيء ياخذ ضربه لا هيك احسن شيء تمام شو قصدي يعني مش ناوي تنزل كروت ولا شو خلينا مجهزين اللمبر اسمعوا كمان 10 ثواني ما نزل راح اقص التصوير عشان ما تزهقوا وانا زي الامو راح اضل استنى واحكي عشان ممكن باي لحظه ينزل ويزبط الفيديو معي يلا يا حبيبي اذا ما نزل هسه راح اقطع 1 2 3 10 اسمعوا خلينا اقص التصوير العاد وارجع لكم زهقتني حياتي يا زلم كفو ازغرت بسرعه باتل هيلر المشكله انا طول الفيديو بضل احكي ممكن باي لحظه ينزل لازم صوتي يكون مسجل الحمد لله حلو لا طب الكيتر دراجون شو هذا دمبر جاك من هون كنت بتدرم سكيلتونز بس الهاي ما ماتت بسرعه هون سكيلتونز ما فعل خصي ممتاز يا اخوان والله هاي شكلها صعبه خلي شوي راح ارجع شو لا هيك كثير قوي معلم شو خليها تاخذ ضربه عادي الداش تبعتها نايان شكلك طب بسرعه الكسر جولم من هون مشكله شوف الكندره كيف بيلعب لعبه زي شو اسمه بسرعه هناك سكيليتونز يا عمر على اللعب بسرعه هنا الكيتر سبيريت لامبر جاك بسرعه باتل هيلر من هون مسك باتل هيلر حلو والله دفاع نار يا اخوان اقسم بالله حلو الكسر جولم من هون جيجي فتحنا وجهه انزل كمان واحد ولا لا بسرعه الكيتر دراجون من هون كمان الكيتر سبيريت ودع الملاعب ودع لا خسرت كاونتر بوش بنت كلب جايتني هسه لايتنينج شوف 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 كيف بدي اصده ما معي كروت بسرعه الكيتر دراجون الكيتر سبيرت بسرعه نط نط نطي حلو لا صعبي صعبي يا اخوان لا والله كنت فايز فاير سبيرت بسرعه الكيتر
مستحيل مستحيل والله كنت فايز لو بعرف مع لايتنينج ماذا غطوا بنفس الجهة كان حطيته هناك. أخ والله حرام. للأسف تمت الخسارة. كثير صعبة يا زلمة، مع أني كنت فايز بس استغربت من اللايتنينج اللي معه، لو ما معه لايتنينج فتحت وجهه. والله حرام عاد ضغطته ضغطة بنت كلب، بس اللايتنينج فجر الاثنين الكترو دراجون طاروا. مش مشكلة راح فوت معكم آخر جيم بسم الله. هاتولنا الفريسة الرابعة، قبل شوي قلنا هاتوا الفريسة وخسرنا. لازم نركز. اسمه نونيم، ممتاز. خلينا نشوف الحلو هذا. تمام راح ننزل هون الهيلر. الحمد لله، ولك شفت كنت بنزل إلكسر جولم بالغلط. ليش هيك الهبل؟ هيك 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 وقايل بدي أركز. أوف أوف، طب الكتر دراجون. أوف 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 أوف، شو هذا؟ بسرعة الكتر سبيريت. لا تضرب لا تضرب لا تضرب. لا حلو، راح أضغطه لأنه استخدم مليون إكسير. بسرعة إلكسر. بسرعة باتل هيلر من هون. صد كأنك زلمة. ما معه إكسير. سكيلتونز من هون. يا عمري على السكيلتونز. فاير سبيريت بسرعة. حلو حلو، نط كفو الكترو، اقتله اقتله. كفو يسعد ابوك يا زلم، اقسم بالله انك وحش. راح البرج. الكترو سبرت من هون. صار مجمع 4 اكسير. شو الغش هذا يا زلم؟ عاد لو اني خليت اللمبر جاك معي احسن. بس ما توقعت صار هالقد. صرف مليون اكسير، كيف حط من بيكا والكترو وصار مجمع حق فالكيري؟ والله مش عارف، بمشي لك اياها. هذا لازم ناخذه 3 راوندز. راح نحاول، راح اجهز الالكتر دراج. اوكي تعال هون. اوه شو هذا؟ طب سكيلتون ليفل 16، فاير سبيريت من هون، الكتر سبيريت بالشكل هذا، سحبنا ام الدنيا. اسمع التشكيله الكروت يعني مش عارف شو اقول لك. الكروت بطلت ارفع احكي. واحد كثير وثاني كثير بس كثير قويات، بيعمل شغل خرافي والله. المشكلة إذا بحط له إليكسر راح يغدر صح؟ طب خلينا نشوف. حس راح يغدر. أيوة باتل هيلر حس راح نحطه هون. ممتاز. شو قلت لك؟ عارف إنه راح يغدر هذا. طب راح أجهز الكتر دراجون. ممتاز. اسمع راي كمان ليفل 16 راح ياخذ ضربة يمكن أو ضربتين. بصراحة هون الهاي. ممتاز ممتاز ممتاز. معزاب. حلو اخذ ضربة جي جي بسرعة. 1 2 3 الاكسر لامبر جاك فاير سبيريت اللي بدك اياه حطه. كمان الاكسر قلم جي جي. 3 الاكسر قلم بالساحة. 4 الاكسر قلم انزل. 4 الاكسر قلم. مستحيل ولك مستحيل تصدها. كفو كفو كمان لامبر جاك فاير سبيريت. 4 الاكسر قلم ولك. اخر فيديو نزلته عملنا 3. يخرب بيت اللعب. 31 كأس. والله عجبنا عليه. فبس يا اخوان هذا كان الفيديو، بتمنى انه عجبكم والتشكيل عجبتكم ولك اختراعات ملكة توبلادر. اسمعوا فيها مشكلة واحدة بس والله، عشان الحلال والحرام ما فيها كرت دي بي اس قوي. يعني اللمبر جاك ماشي حاله وسريع بس يعني ما بطالع قدام البيكا والجولدن نايت والرام رايدر. الهجمه اللي جاتني بنت كلب، مع اني دفعت صح حطيت الكتر دراجون بس كان مع 6 اكسير لايتنينج فتح وجهي. مش مشكله، التجربه كانت والله حلوه. كثير نايس التشكيله والله عجبتني. 2.6 ممتازه. فبس نشوفكم بالفيديو الجاي معلم. سلام.